طيب احنا طالما اتكلمنا عن الاتحاد الافريقي واتكلمنا عن احمد، احنا هنقف معاك، توقف معاك في محطه مهمه جدا. انا عارف يمكن هي تألمك، انما هي دي سنه الحياه. الابن العزيز عمرو فهمي، عمرو مراد فهمي، انت حابب ان احنا نتكلم في الموضوع دوت ولا مش عايز نتكلم فيه؟ لا مفيش مانع. هو عمرو يعني عشان ما خدش حقه الحقيقه في الاتحاد الافريقي وفي معركته مع الفساد في الاتحاد الافريقي. خليني ادخل معاك من البدايه. انت لما عمرو دخل ضد احمد في قضيه فساد، انت عارف ان الاتحاد الافريقي ده عش الضبابير، وعمرو داخل، انت ما حسيتش من جوه العمليه هتبقى خطر على عمرو؟ انا كنت عارف وكان باين. هو لما رجع كان في تحدي وتقليص لصلاحياته، لكن هو كان اكتشف فساد كبير، وهو على عكس ما قيل ان هو قدم التقرير بتاعه بعد ما قرروا اقالته. لا هو كان سكرتير الاتحاد الافريقي، كان في السكرتير في نفس الوقت وقدم التقرير ده. كان سكرتير الاتحاد الافريقي، هو اقيل في شهر مايو والتقرير اتبعت في نهايه مارس. وهو يعني اقيل لان احمد كانش فارق معاه لا منصب ولا اي حاجه. المفروض التقارير سريه، يعني المفروض الاتحاد الدولي ما يقولوش ان في تقرير اتقدم ضدك. لكن علاقاته بالاتحاد الدولي قالوا له، فده كان السبب ان هو عشان كده اقاله عمرو. عشان كده عمرو رحمه الله عليه لما قال ان جدي اللي بنى الكاف ووالدي طوره، وانا يعني عمرو اللي قال الله يرحمه ويحسن اليه، قال لك وانا اللي هطهره. هو فعلا حارب الفساد وفضلوا معطلين الملف مده طويله، لكن اضطروا في الاخر ان هو يدرسوه، وثبت ان كل الكلام اللي قاله كان حقيقي. الصوره دي ايه بتدي لك احساس بايه؟ دي صوره طبعا جميله عمرو فهمي مع بنته الجميله نبيله، هي طبعا دلوقتي اكبر من كده جميله، والبهجه اللي احنا ودي الزوجه السيده هنا زوجه عمرو، وكانت وبرضه هي غاويه كوره، وكانت بتعمل في القسم التحكيم في الاتحاد الافريقي. وفتره حتى الاتحاد الدولي ماسيمو موساكا كان بيفكر ان هو ياخدها في الاتحاد الدولي، لكن ما كانش لها نصيب، وقعدت هنا في الاتحاد الافريقي وارتبطت بعمرو فهمي وجابت لنا نبيلة الجميلة.